مشاهدينا الكرام في كل مكان برحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي عبر الكتاب شاهد العالم بالأمس بكل الحزن والأسى حريق كنيسة نوتردام في باريس كنيسة, كنيسة نوتردام هي أقدم وأعرق كنيسة بنيت في القرن الثاني عشر الميلادي يعني أكثر من 800 سنة واستغرق بنائها أكثر من 182 سنة. كنيسة نوتردام تعتبر رمز أثري جميل لما يمكن أن يبدعه الإنسان من فن وحضارة. الغريب والعجيب هو ما قرأناه من عبارات شماتة وفرحة على ضياع هذا الصرح الأثري الجميل وهنا أقتبس ما قاله الكاتب المصري خالد منتصر. فرحتنا لم تعد لانجازات بل صارت فرحه بسبب مصائب الاخرين تسونامي اسيوي نرقص اعصار امريكي نزغرد انهيار برجين نبتهج سقوط مركبه فضاء نشعر بالراحه احتراق كاتدرائيه نزهو بالانتصار هل هو احساس دنيا ام جرح تخلف ام مرض نفسي ام غياب ضمير ام جين شماته كنيسه نوتردام ستعود وتبنى بس حابب اقول لاخواتي المسلمين كلمه حرق كنيسه او حتى مئات الكنيسه لا يعني انهيار المسيحيه لان الايمان المسيحي ايمان قلبي وعلاقه شخصيه مع المسيح فالمؤمنين هم الكنيسه الحقيقيه وليس المبنى وحيث وجد جماعة المؤمنين وجدت كنيسة المسيح، حتى في البلاد التي ليس فيها مبنى كنيسة، لكن فيها جماعة مؤمنين فهؤلاء هم الكنيسة الحقيقية جسد يسوع المسيح. أصلي أن ينزع الرب روح الكراهية والشماتة، ولن يحدث هذا إلا عندما يغير الرب القلب والفكر. وينير المسيح في القلب فيخرج منه المحبه والفرح ولا يخرج منه الشماته والكراهيه والعداء. نصلي ان الرب يقود كل من اظلم قلبه لكي ما يختبر المسيح الذي قال عن نفسه انا هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلمه هذه هي صوره من داخل الكنيسه والتي ظل فيها الصليب مرفوع لكن صدقوني حتى ولو الكنيسه اتدمرت بالكامل فهذا ليس معناه ان المسيحيه قد ضاعت لان المسيحيه هي علاقه شخصيه مع المسيح في القلب وكل الذين امنوا بالمسيح يعرفون جيدا انه لا شيء يفصلنا عن محبة المسيح لا شدة ولا ضيق ولا جوع ولا اضطهاد ولا عري ولا خطر ولا سيف لكن نصلي ان الرب ينير القلب وينير الحياة فتعرف وتختبر محبة المسيح فائقة المعرفة نكمل مع بعض الحلقة دي تعتبر الحلقة الثانية في الرد على محمد التاعب وبالأخص في هجومه على عقيدة الصلب والفداء الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن بعض الأمور المهمة المتعلقة بهجومه على بولس الرسول وهجومه أيضا على المسيح والفداء لكن الحلقه دي هنكمل مع بعض الرد على هذا الادعاء وانا حطيت بصراحه اللي قالوا في اربع نقط يعني هو طعنه في عقيده الصلب والفداء آآ آآ شمل أربع حقائق أساسية في الإيمان المسيحي أول حاجة طعن في مصداقية الرسول بولس وده اتكلمنا عنه الأسبوع اللي فات لما قال واقتبس من رمية ثلاثة وعدد سبعة إن كان صدق الله يزداد بكذبي فلماذا أدان أنا بعد كخاطي وحاول أنه يعني يروج لكذبه وهي ان الرسول بولس بيكذب ويقول الكذب من أجل مجد الله. طبعاً وضحت إنه الكلام ده بعيد جداً عن ما قاله رسول بولس وعن حتى التفسير البسيط للنص الكتابي اللي موجود في روميا وأصحاح ثلاثة وعدد سبعة. فكلمنا عن مصداقية الرسول بولس. كمان حاول يطعن في العقيده الصلب والفداء بالطعن في الخطيه وانه ما فيش حاجه اسمها خطيه اصليه وان الخطيه الاصليه دي من اختراع بولس علشان يربط الموت المسيح ويبقى له معنى ويبقى له قيمه فهو الذي جمع هذه الامور مع بعض وربطها مع بعض او اخترعها. بحسب التعبير بتاعه فطبعا اتكلمنا عن انه الخطيه الاصليه وجبت شواهد كتير جدا من العهد القديم بتثبت بتتكلم عن الخطيه الاصليه لو انت حضرتك كمشاهد ما ما اتفرجتش على حلقه الاسبوع اللي فات الحلقه موجوده على صفحتنا على صفحه الفيسبوك صفحه عبر الكتاب او موجوده ايضا على قناه الحياه على الانترنت الحياه الحياه, الحياة تي في وموجوده ايضا على اليوتيوب. النهارده هتكلم عن الطعنين الاخرين اللي هو شمل فيهم الطعن على عقيده الصلب والفداء. بيطعن في الصلب والفداء بانه بيوضح ويقول انه مفهوم الخلاص في العهد القديم هو خلاص مرتبط فقط من الاعداء. لكن المسيحيين بحسب قوله جم وأخذوا هذا المفهوم الذي هو مفهوم مادي وحولوه إلى الخلاص من الخطية والخلاص من خطية آدم والموت والهلاك ودون كله علشان يقولوا أن المسيح موته أو المسيح مات لكي ما يفدي البشرية والنقطة الثالثة الرابعة اللي اتكلم عنها وهي محاولته أن ينفي أن الفداء والصليب قد تكلمت عنهم أسفار العهد القديم زي ما قلت لحضراتكم النقطتين الأولانيين واحد واثنين دول احنا غطيناهم الأسبوع اللي فات النهاردة بإذن رب أنا غطي النقطتين التانيين دول مفهوم الخلاص والصليب والفداء في المسيحية الخلاص في العهد القديم ماذا يعني الخلاص في العهد القديم وهل فعلا الخلاص في العهد القديم لا يشمل اي بعد روحي ولا يتحدث العهد القديم عن خلاص الانسان من الخطيه فقط الخلاص في العهد القديم يشير الى الخلاص من مصر او الخلاص المادي او الخلاص من الاعداء او الخلاص من الضيق او الخلاص من المرض ام ان العهد القديم يقدم لنا بعد مهم جدا وهو ان الخلاص في العهد القديم يشمل ايضا الخلاص الروحي والخلاص من الخطيه. خلونا نشوف اول فيديو بيهاجم في مفهوم الخلاص ونرجع نتكلم مع بعض ونرد على هذا الفيديو واذكركم بالنصوص الهامه جدا الموجوده في انجيل لوقا التي تتكلم عن ان جميع الانبياء والقديسين تنبؤوا بالمسيح وبالخلاص الذي سيأتي به ولكن هذا الخلاص ليس له أي علاقة بخطية آدم النصوص موجودة في إنجيل لوقا الإصحاح الأول في تسبيحة زكريا من العدد السابع والستين وامتلأ زكريا أبوه أبو يوحنا المعمدان من الروح القدس وتنبأ قائلا مبارك الرب إله إسرائيل لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه وأقام لنا قرن خلاص في بيت داود فتاه كما تكلم بفم أنبيائه القديسين الذين هم منذ الدهر خلاص من اعدائنا ومن ايدي جميع مبغضينا ليصنع رحمه مع ابائنا ويذكر عهده المقدس القسم الذي حلف لابراهيم ابينا ان يعطينا اننا بلا خوف منقذين من ايدي اعدائنا نعبده بقداسه وبر قدامه جميع ايام حياتنا وهناك في العدد السابع والسبعين عباره لتعطي شعبه معرفه الخلاص بمغفره خطاياهم، وبعض النصارى يستدلون بهذه العباره ان الخلاص سيكون من اجل مغفره الخطايا وهذه المغفره لن تكون الا بالصلب والفداء، وهذا من ابطل الباطل. النص يقول ببساطه خلاص من يد اعدائنا، منقذين من هؤلاء الاعداء حتى نعبد الله بلا خوف، وبما ان الله عز وجل سينقذهم من يد اعدائهم عن طريق ارسال هذا المخلص الفادي فان هذا يعني ببساطه ان الله عز وجل غفر لهم خطاياهم ورضي عنهم ثم ان النص يقول لتعطي شعبه بمعنى ان هذا الكلام خاص باليهود وليس لكل البشر اذا زكريا عندما امتلا بالروح القدس قال بان الانبياء والقديسين كلهم تنبؤوا بان الفداء والخلاص متعلقين بالخلاص من الأعداء وعبادة الله بلا خوف والأمر ليس له أي علاقة بالصلب والموت والقيامة من الأموات خدت بالكم آخر عبارة أنه الأمر كله ليس له علاقة لا بالصلب والموت ولا بالقيامة من الأموات طبعا هو أخذ آية ولا ارى اللي قبلها ولا ارى اللي بعده يعني يعني نفس انجيل لوقا بيكلمني عن الرب يسوع كويس وبيكلمني عن اهميه مجيء المسيح وبيقول هذه الكلمات لما هنا يعني هقرا بعض الاجزاء من من نفس الرساله من نفس الاصحاح يقول ايه يقول الملاك في نفس الاصحاح قبل التسبيحه, التسبيحة اللي قالها زكريا في نفس الأصحاح يقول ايه يقول فلما رأته مريم بيتكلم هنا عن مريم فلما رأته لما رأت الملاك اضطربت من كلامه وفكرت عسى أن يكون هذا فقال لها الملاك لا تخافي يا مريم لأنك وجدت النعمة عند الله وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع كلمة يسوع نفسها تعني مخلص يعني كلمة يسوع نفس الكلمة تعني مخلص في متى يقول تسمينه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم كويس كمان حاجة تانية في نفس الجزء في نفس الجزء اللي بيتكلم عنه هنا زكريا وأنت أيها الصبي زكريا بيكلم ابنه بقى اللي اتولد وأنت أيها الصبي نبي العلي تدعى لأنك تتقدم أمام وجه وجه مين هو هو يعني يوحنا ولد وأتى إلى العالم لكي يمهد الطريق أمام المسيا كويس صوت صارخ في البرية أعد طريق رب لو رجعنا إلى أشعياء أربعين طيب هنا زكريا بيقول أنه هذا الصبي الذي ولد هو هيعمل ايه؟ يتقدم امام وجه الرب، خدت بالك ولا لا من كلمه الرب؟ ها؟ يعني ايه الرب؟ يعني يهوى، يعني المسيا هو يهوى، يعني المسيح هو الكلمه المتجسد، هو الابن الازلي الله الظاهر في الجسد كويس؟ عشان كده نقطة مهمة جدا إن احنا نكد تكمل القراية وبعدين تقول لتعطي شعبه معرفة الخلاص بمغفرة خطاياهم هو المسيا هنا كويس ويوحنا المعمدان هيقول للشعب إن إنتو خطاه فقوله ومناداته بأنهم خطاة هيدركوا احتياجهم إلى المسيح الذي سيأتي لكي ما يتمم الخلاص والفداء لأجلهم بأحشاء رحمة لإلهنا التي بها افتقدنا افتقدنا المشرق من العلاء ليضيل ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام طبعا هو ما قراش الاجزاء الباقيه هو بس اخذ الكلمه من انه الله افتقد شعبه وليخلصنا من الاعداء وقال انه الخلاص في العهد القديم وانا ما اعرفش جاب المشكله الكبيره في الاخ محمد التعب وفي غيره كمية الثقة في النفس اللي بيتكلم فيها وكانه يعني آآ 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 يعني من غير ما يقول أي حاجة من غير ما ما يرجع حتى للعهد القديم هو بس بيتكلم وكانه اللي بيقوله هو اللي فيه كل صدق، طب أنا هوريك بقى إزاي العهد القديم تكلم مباشرة مباشرة عن الخلاص من الخطية وعن إنقاذ الله لشعبه من خطاياهم وعن أن الخلاص له بعد روحي مهم جدا في كل العهد القديم ولا يمكن ابدا ان نغفله. ابتداء من من سفر التكوين ومن اصحاح ثلاثه، عندما صنع الله اقمصه من جلد والبس بها ادم وحواء. وكان هناك سفك دم. كويس؟ حتى الفلك الذي فيه أنقذ الله نوح وأسرته كان بسبب خطايا العالم كله أن شر الإنسان قد كثر وأن أفكار قلبه إنما هي شريرة كل يوم فكانت الدينونة الإلهية موجودة لكن في نفس الوقت الله أعد خلاص لكي من ينقذ هذه الأسرة لأنه كانت أجرة الخطية موت لكن خلوني اخذ بالتفصيل بعض النصوص المهمه في العهد القديم. اولا كلمه الخلاص في العهد القديم. الكلمه العبري يشوع يشوع تعني يخلص، ينقذ او يحضر الى الامان. وقد وردت اكثر من 353 مره في العهد القديم. كويس؟ فمع ان ودي نقطه مهمه فمع ان كلمه الخلاص تشير للخلاص من مصر والاعداء والسبي الا انها تحمل بعد روحي وهو الخلاص من الخطيه ومن نتائجها كويس الخلاص من الخطيه طبعا الاخ محمد التعب لما بيقرا العهد القديم هو مش بيقرا كانه اكنه مثلا الذبائح وخروف الفصح وكل نظام الذبائح في العهد القديم كانه مش موجود كانه مختفي كويس لانه النظام ده هو النقطه الفاصله جدا اللي بتتكلم عن كيف للخاطئ ان يتقدم الى الله على أي أساس الإنسان الخاطي يتقدم إلى الله وعلى أي أساس الإنسان الخاطي يجد القبول أمام الله. كويس كل نظام الذبائح من الفصح وإلى نظام الذبائح المذكور في سفر اللويين كله كل هذا النظام الذبائح هو تعبير ويشير بكل وضوح إلى أن الخلاص هو خلاص من الخطية وعقاب الخطية لأن أجرة الخطية موت عشان كده لابد كان أن يسفك الدم ودم تيوس وعجول لا يخلص ولا أيضا يعني من خلاله ينال الإنسان التبرير أمام الله لكن لأن كل هذه الذبائح كانت تشير إلى عمل الرب يسوع المسيح فكل من نظر كل من قدم بإيمان ونظر إلى ذبيحة المسيح بإيمان خلص ونال غفران خطايا فكل الذبائح كانه مش موجود في العهد القديم كانه ما بيقراش عنه حاجه كانه ملهوش اي اهميه مع انه ده هو جوهر الشريعه اليهوديه وجوهر العهد القديم وانا اسالك سؤال ليه نظام الذبائح في العهد القديم موجود ليه ليه ربنا اهتم هذا الاهتمام الشديد جدا بتقديم ذبائح للكفارة عن الخطية وتقديم ذبائح صباحا ومساء وتقديم ذبائح كل يوم سبت وتقديم ذبائح في الأعياد والاحتفالات وتقديم ذبائح في يوم الكفارة العظيم وأن الأشخاص والشعب يقدمون ذبائح وي ويعترفوا بخطاياهم أمام الله ليه؟ لأنه هذا هو بدون سفك دم لا تحصل مغفره فما ينفعش انت ولا غيرك انك تاخد ايه وتطير بيها لابد انك ترى الكتاب المقدس كوحده واحده كاعلان الله الكامل متكامل مع بعضه طيب هل توجد بقى شواهد في العهد القديم تقول لي انه الخلاص هو روحي وخلاص من الخطية ومن الشر طبعا يوجد هنا يقول في مزمور واحد وعارفين المزمور ده كلنا طهرني بالزوفة فأطهر عندما أخطأ داود وعندما كسر شريعة الرب بأنه قتل وزنى كيف لداود أن ينال القبول أمام الله كيف له أن يتقدم أمام الله يقول طهرني بالزوفة فأطهر أغسلني فأبيض أكثر من الثلج اسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام سحقتها أستر وجهك عن خطاياي وامحو كل أثامي قلبا نقيا أخلق في يا الله وروحا مستقيما جدد في داخلي لا تطرحني من قدام وجهك وروحك القدوس لا تنزعه مني رد لي به بهجة خلاصك عندما تخلصني أنت ترد لي بهجة خلاصك تردني إلى الشركة معك مرة ثانية وإلى العلاقة معك مرة ثانية وبروح منتدبة أعضدني فأعلم الأثم طرقك والخطاة إليك يرجعون كمان الرب بيتكلم في إشعياء تسعة وخمسين نص مهم جدا الرب بيقول لشعبه ها أن يد الرب لم تقصر عن أن تخلص كويس ولم تثقل أذنه عن أن تسمع بل إيه الفاصل بين الإنسان والله إيه الحاجة اللي واقفة في العلاقة ما بين الله القدوس والإنسان الخاطئ ليه ليه عندما الإنسان يصرخ الله ما بيسمعش وعندما الإنسان يطلب من الله يتدخل ما بيسمعش ليه وجود خطية موجودة فصلة بين الإنسان وبين الله يقول هنا بل أثامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم يعني اللي بيفصل الإنسان عن الله هو الخطية والإثم ده اللي بيفصل الانسان عن الله الخطيه بتبقى عامله زي السور اللي بيفصل الله القدوس عن الانسان الخاطي وخطاياكم سترت وجهه عنكم حتى لا يسمع لأن أيديكم قد تنجست بالدم وأصابعكم بالإثم شفاهكم تكلمت بالكذب ولسانكم يلهج بالشر ليس من يدعو بالعدل وليس من يحاكم بالحق يتكلون على الباطل ويتكلمون بالكذب هل الله بيسمع للخاطئ آه بيسمع للخاطئ بس الخاطئ التائب الله عندما يأتي إليه الخاطي تائبا يسمع له عندما ينكسر قلب الخاطي ويشعر بتبكيت الروح القدس بسبب خطاياه الله يسمع لصراخه لكن إذا إذا أنا عايش في الخطية وعايش في الإثم وبطلب إن الله بس يعمل لي يعني اللي أنا عايزه الله مش هيسمع الله مش هيسمع ليه لان الخطيه صارت فاصله بيني وبينكم يبقى مشكله الانسان الاساسيه هنا هي ايه هي الخطيه المشكله الاساسيه اللي بتفصل الله عن الانسان هي الخطيه وكمان عايز اقول لك حاجه دينونا في العهد القديم كانت نتيجه الخطيه بمعنى ايه بمعنى ليه ربنا بيبعتهم السب لأنهم أخطأوا أخطأوا إزاي يعني عبدوا الأوثان وصنعوا ظلما والخطايا دي كلها يتكلم عنها الكتاب فكدينونة الله على الخطية رأيناها حتى في أن الرب أدان الخطاة بأنه أدانهم وأرسلهم إلى السبي طب لما في السبي يعودوا إلى الرب ويصرخوا إلى الرب الله ينقذهم ولا ما ينقذهمش؟ ينقذهم يخلصهم ولا ما يخلصهمش؟ يخلصهم فالخلاص من الاعداء من بابل او من غير بابل هو ايضا نتيجه التوبه نتيجه الرجوع لله نتيجه انهم تابوا ورجعوا الى الرب. فما تقدرش تفصل الخلاص المادي الفيزيكال عن الخلاص الروحي في العهد القديم. بالذات لما تيجي تتكلم عن حياه الشعب اخد شاهد اخر اشعياء 61 وستين بيقولنا ايه بيقولنا فرحا افرحوا بالرب تبتهج نفسي بإلهي لأنه قد ألبثني ثياب الخلاص يبقى الرب هنا خلصني كساني رداء البر يبقى ثياب الخلاص هي رداء البر يعني إيه البر؟ يعني محا ذنوبي محا خطاياي قبلني من جديد رجعت العلاقة بيني وبينه مثل عريس يتزين بعمامة ومثل عروس تتزين بحليها شاهد آخر مهم جدا يفهمنا أيضا الخلاص في العهد القديم كلنا أحبائي نعرف كلام الرب يسوع مع نيكودموس اللي هو كان معلم لليهود اللي مذكور في إنجيل يوحنا وأصحاح ثلاثة ونيكودموس لما رأى أعمال المسيح وتعاليم المسيح أراد أن يعني يعلم او يعني يعرف اكثر عن طبيعه هذا الشخص العجيب، فراح له ليلا وابتدا الحوار بينه وبين الرب يسوع. الرب يسوع دخل على طول في حوار مع قدموس وقال له ينبغي ان تولد من فوق. الحوار بيقول لنا هنا انا واخد جزء من هذا الحوار بيقول ايه؟ اجاب يسوع: المولود من الجسد جسد هو والمولود من الروح هو روح لا تتعجب اني قلت لك ينبغي ان تولد من فوق اجاب نيقوديموس وقال له كيف يمكن ان يكون هذا ازاي الانسان يتولد مره ثانيه ونيقدوموس كل تفكيره هنا هو تفكير مادي انه هل الانسان يدخل الى رحم امه ويولد مره تانية رب يسوع بيتكلم عن الولاده الروحيه، بيتكلم عن الحريه من الخطيه، بيتكلم عن العلاقه مع الله. فهو بيقول هنا للرب يسوع: كيف يمكن ان يكون هذا؟ اجاب يسوع وقال له: انت معلم اسرائيل. ولست تعلم هذا يعني ايه الكلام ده يعني بقول له انت انت بتعلم الشريعه وانت واحد من المعلمين الكبار في اسرائيل فكيف ان لا تعلم هذا وكان ربي يسوع بيقول انه العهد القديم مليان اتكلم عن هذه الامور كلها فكيف ولست تعلم هذا أنت معلم إسرائيل ولست تعلم هذا كويس طيب في مداخلة وهاجي أقول الرب يسوع كان بيشير إلى إيه هنا الأخ زيتوني أهلين بك أخ زيتوني دكتور كيف أخبارك أنت كيف أخبارك أوبيك الحمد لله عايش كنت لدارك دكتور عزمي اتفضل أوبيك عايش بالله نحن بالله لا تدرج الإسلام في معناتها الذي حرق أنا كمصر أنا أقول هذا الذي فعل أو قتل وانا مجرمون وأنت معك عقيدة انت حر تختار ولكن بالله مرجو من الذي ما الذي ليس مسلم، المسلم المسلمين لا نتشمت ثلاثة إجرام في كان البرجين في أمريكا ونحن مسلمون في كان داعش وأنا أتكلم كمسلم أولا وأنت تفيد دائما تتكلم عن الإسلام وأنا وأنا أحترمك أشكرك كالجدد. أشكرك يا أخي زيتوني أنا طبعا حاد حاد أنت تريد أنت كمسلم أؤمن بالمسيح يجب أن تعرف أن أنا أتكلم بالنصوص علميه لا تتكلم عن سواء هذا الذي يتكلم عن المسيحيه اولا آه. بالله الدكتور عزمي عندما نقرا في يقول آه. عندما سئل المسيح عن الوصيه العظمى ماذا قال بالله انت مسيح انت مسيح الان تقول بانك المسيح الدكتور عزمي وانا اتشرف و... وانت اخي ربنا يخليك اشكرك يا اخي وأنت... زيتوني وشكرا ماذا قال؟ <كشف> ماذا قال عندما سمي على الوفي العظمى؟ <ايق> ان توجد في الكتاب المقدس يقول المسيح بان الله عندما ماذا قال في آه في المرقد الثاني عشر ماذا قال؟ يقول تحب ربُّ الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكر لم يكن المسيح لان انا انا الله اترك منا سجده بكره هو من ليس هل المسيح هل المسيح قال بالله عليك عندك تقول القران قال لما احس عيسى إيه منهم الكفر قال من انصار يا الى الله قال الحوريون هذا تلاميذ طيب. المسيح أشكرك يا أخ زيتوني أولا يعني أنا حبيت بس في المقدمة اللي أنا أقولها أنا عمري ما اتهمت حد ولا بتهم حد ده مش تخصصنا ده تخصص الـ 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 البوليس الـ الـ الفرنسي يوصل إلى مين اللي عمل العملة دي إذا كانت بفعل فاعل أو مش بفعل فعل أنا ما بتكلمش عن المواضيع دي خالص أنا بتكلم على فعلا من تابع السوشيال ميديا امبارح والنهارده يعلم جيدا مدى الشماته ومدى ايضا الفرحه في كلمات كثيره وفي عبارات كثيره ملات السوشيال ميديا وكان يعني غزوه بدر تمت وانه الكاتدرائيه نوتردام وقعت كانه نصره للاسلام طبعا نحن الكتاب يعلمنا ان نحب الكل والرب يسوع زي ما انت ذكرت قال انك تحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك لكن كمان يا اخي زكريا يا اخي زيتوني انا يعني انت دخلني في موضوع لاهوت المسيح كويس وانا دايما عارف أنه دايما عندك اسئله متعلقه بكده هل ممكن حضرتك تتصل بينا وتترك لي بريدك الالكتروني وانا احابب ابعت ليك هديه كتاب المسيح من هو اللي ممكن يجيب على أسئلة كثيرة بتطرحها متعلقة بطبيعة شخص المسيح وبمين هو المسيح وهل المسيح هو الله المتجسد أم لا لكن عموما أشكرك على مدخلتك أرجع لي كلام الرب يسوع الرب يسوع هو بيتكلم. قال إن أنت معلم إسرائيل ولا ستعلم هذا ليه؟ لأن العهد القديم بيعلم عن الولادة الثانية إزاي؟ العهد القديم بيتكلم بكل وضوح عن أهمية الولادة الثانية والولادة الجديدة وهذكر شاهدين موجودين في سفر حسقيال أصحاح 36 والشاهد الثاني موجود في حسقيال 37 الشاهد الأولاني بيقول إيه؟ بيقول هنا الرب أو أرش عليكم ماء طاهرا فتطهرون من كل نجاستكم ومن كل اصنامكم اطهركم خلوا بالكم الافعال ارش ماء طاهر ليه؟ لأنه ده يرمز إلى التطهير تطهير الإنسان من النجاسات التي تعلقت به وبعدين ومن كل أصنامكم أطهركم وأعطيكم قلبا جديدا يعني القلب القديم الذي تلوث بالخطية القلب الحجر الذي لا يتجاوب مع مع الله ولا يحب الله ما ينفعش هذا القلب انه يتعمل له عمليه عاش من جديد لازم هذا القلب يتغير وانزع القلب الحجر من لحمكم واعطيكم قلب لحم واجعل روحي في داخلكم واجعلكم تسلكون في فرائدي وتحفظون احكامي دي الولاده الثانيه الولادة الثانية فيها تطهير الولادة الثانية فيها قلب جديد الولادة الثانية فيها روح القدس الروحا جديدا الولادة الثانية انك تسلك في فرائض الله مش كأن الله مش وراك بعصايا لكن لأنك تحب الرب وتريد أن تفعل مشيئته دي الولادة الثانية وكان الرب يسوع بيقول لنقدموس انت معلم اليهود ولا تعلم ان الولاده الثانيه الولاده الروحيه لان المولود من الجسد جسد هو والمولود من الروح هو روح ان العهد القديم تكلم عنها كمان وتسكنون الارض التي اعطيت اباكم اياها على فكره السكنه في الارض ليست امر مادي السكنه في الارض مرتبطه بالعلاقه مع الله لما ترجع للعهد القديم وانا بكلم هنا محمد التعب لما ترجع للعهد القديم تعرف انه من ضمن البركات التي شملها عهد الله مع ابراهيم شمل ثلاث حاجات شمل اول حاجه النسل ها وده اشاره للرب يسوع ولم يقل انسال لكن قال نسل اشاره للرب يسوع الذي فيه ومن خلاله فقط تتبارك جميع قبائل الارض شمل ايضا البركه كويس وشمل ايضا الارض ثلاث حاجات فالارض دي ملك لله الله هو اللي اعطاهم اياهم لكن التمتع بيها والحياه في هذه الارض مرتبط بالعلاقه الروحيه مع الله بمعنى اذا الشعب عبد الاوثان ونجس الارض وملأ الارض سفك دماء وظلم ظلم اخيه الانسان الله كصاحب الارض بيعمل ايه؟ بيطردهم برا الارض كدينونه من الله لهم. بيجعل الله الارض يعني تقذفهم. فزي ما يكون كده انت عندك بيت وحبيت ان انت تسكن فيه حد لكن حطيت شروطك انك لما تسكن في هذا البيت اولا ما مخدرات مفيش امور نجسه ما تدمير في هذا البيت واذا لقيت الساكن اللي انت سكنته ببلاش وعايش في ظلك وعايش تحت حمايتك وعايش في خيرك بيكسر كل هذه الوصايا بتعمل ايه بتطرده برا ده بالظبط العمل الرب فالسكنه في الارض مرتبطه بالعلاقه مع الله، العلاقه الروحيه مع الله يكونون لي شعبا واكون لهم الها عشان كده يقول الرب لما بقى يتوبوا لما يتوبوا عن خطاياهم ولما يتجددوا ويتجدد فكرهم وأخلصكم من كل نجاساتكم فتسكرون ترككم الردية وأعمالكم غير الصالحة وتمقتون أنفسكم أمام وجوهكم من أجل أثامكم وعلى رجساتكم لا من أجلكم أنا صانع يقول السيد رب فليكن معلوما لكم فاخجلوا واخذوا من طرقكم يا بيت إسرائيل هكذا قال السيد الرب في يوم تطهيري إياكم من كل أثامكم أسكنكم في المدن فتبنى الخرب في يوم ايه؟ تطهير من الخطايا. يبقى التطهير من الخطايا سابق للبركه الماديه. والتطهير من الخطايا هو ايضا خلاص من الخطيه ومن الاثم ومن الفجور. شاهد اخر. ولا يتنجسون بعد باصنامهم ولا برجساتهم ولا بشيء من معاصيهم بل أخلصهم من كل مساكنهم التي فيها أخطأوا وأطهرهم فيكونون لي شعبا وأكون لهم إلها يبقى الخلاص هنا اللي بيشير عنه حسقيال هو التجديد هو الحياة الجديدة غير كده طبعا ممكن ناخد العظام الميتة وإزاي دخل فيها روح الله كل هذه الأمور موجودة في العهد القديم ويتكلم عنها الكتاب الخلاص من الخطية يكون في صلب وموت المسيح العبد المتألم وده اللي قاله إشعياء ان اوكي ازاي ده هيحصل ازاي هننال الحياة الجديدة وازاي هننال التطهير وازاي هننال الخلاص من خطايانا وازاي هنتحرر من نجاستنا كل ده هيكون من خلال عمل المسيح عبد الله او عبد الرب المتألم اللي قال عنه اشعياء في اصحاح 53 لكن احزاننا حملها وأوجاعنا تحملها خلوا بالكم هنا في مفرد وجمع هو شخص مفرد individual فما ينفعش هنا عبد الرب تقول عنه أنه شعب إسرائيل آه شعب إسرائيل أشير إليه أيضا على أنه عبد الرب لكن لما قال عنه أنه من هو أصم وأعمى كعبدي العبد اللي الرب اختاره يكون نور للعالم لكنه لم يكن نورا للعالم بل عبد الأوثان لكن يأتي العبد رب المسيح هنا في إتضاعه هو لكي يتمم هذا الخلاص عشان كده لما نيجي يتكلم عنه في إشعياء هنا بياخد المفرد لي 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 ليحمل خطايا الجمع لكن أحزاننا أحزاننا بالجمع حملها مفرد اوجاعنا بالجمع تحملها مفرد ونحن جمع حسبناه مصابا مفرد مضروبا من الله ومذلولا شخص واحد وهو هو مفرد مجروح لاجل معاصينا مجروح لاجل معاصي الكثيرين مسحوق هو مفرد لاجل اثامنا تاديب سلامنا عليه وبحبره شفينا مفرد كلنا جمع كل البشر الجميع زاغوا وفسدوا وليس من يعمل صلاحا ليس ولا واحد كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه هو مفرد إثما جميعنا إثما جميعنا وده بيرجعنا إلى ممارسة معروفه جدا في العهد القديم كلمت عنها مرات ومرات عندما كان الشخص الخاطي ياتي بذبيحه لكي ما يقدمها نيابه عنه فكان يضع يده عليها ويعترف بخطاياه قبل ان تذبح ويعترف بخطاياه وده اشاره الى انه هذا الحمل البريء الذي لم يخطئ. هيموت لان اجره الخطيه موت. بس موته هيكون نيابه عن هذا العابد الذي اتى معترفا بخطاياه. عشان كده يقول كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد الى طريقه والرب وضع عليه على يسوع المسيح. البار القدوس الذي لم يفعل خطيه ولم يوجد في فمه غش وضع عليه اثم جميعنا. اثم جميعنا عشان كده يكمل في اشعياء ويقول: اما الرب فسر بان يسحقه بالحل ان جعل نفسه ذبيحه اثم يرى نسلا تطول ايامه. وذبيحة اسم لازم ترجع لها لسفر اللاويين وتعرف انه ان هناك كان انواع من الذبائح المختلفة ذبيحة الاثم التي تقدم نيابة عن اثم الشخص واثم الشعب يرى نسلا تطول ايامه ومسرة الرب بيده تنجح من تعب نفسه يرى ويشبع وعبد البار بمعرفته يبرر كثيرين واثامهم هو يحملها اثام مين؟ اثام الشعب هو يحملها لذلك اقسم له بين الاعزاء ومع العظماء يقسم غنيمه من اجل انه سكب للموت نفسه واحصي مع اثمه وهو حمل خطيه كثيرين وشفع في المذنبين الاصحاح ده لوحده بيطلق عليه انجيل اشعياء والاصحاح ده وحده كانه اشعياء بالروح القدس بيجتاز الزمن لانه اشعياء كتب قبل المسيح بحوالي 700 سنه بيجتاز الزمن وكانه قاعد تحت الصليب عند اقدام المصلوب ليكتب لنا لماذا مات المسيح لماذا مات المسيح ودي روعه كلمه ربنا الأصحاح ده بيمثل عقبة كبيرة جدا عند اليهود. لأنه بيتكلم بصورة مباشرة عن موت المسيح، صلبه وموته وقيامته. وكل عبارة في هذا الأصحاح مهمة. لأنها بتمثل نبوة حقيقية عن شخص المسيح يسوع. طيب، يبقى النقطة الأولانية اللي أنا اتكلمت عنها إنه العهد القديم مفهوم الخلاص ليس فقط قاصرا على الخلاص من العبودية أو من السبي أو من الأعداء لكنه أيضا مرتبط بالخلاص من الخطية ومن عقاب الخطية ونظام الذبائح وتقديم الذبائح والولادة الجديدة والتطهير من النجاسات وعبادة الأصنام والرجوع للرب الرب والعبادة الحقيقية لله والشركة مع الله وده كله دون موجود في العهد القديم. فما تجيش حضرتك بعد ده كله وبدون معرفه ده كله وتيجي تقول انا ادعي ان العهد القديم لا يتحدث عن الخلاص من الخطيه ولا الخلاص من عقاب الخطيه. لانه ادعائك غير صحيح. النقطه الثانيه والمهمه هي نبوات العهد القديم عن صلب المسيح وعن فداء المسيح. فهل العهد القديم هل العهد القديم تكلم في نبوات كثيره عن صلب المسيح وعن فدائه ام لا؟ خلونا نشوف الفيديو الثاني ونرجع نرد على الفيديو بولس ايضا يلفت الانظار الى نقطه في غايه الاهميه عباره حسب الكتب وانا اعتقد ان بولس هو الذي اسس لفكره ان عقيده الصلب والفداء تم التبشير بها في الكتب المقدسه اليهوديه. نحن نعلم يقينا ان المسيح عليه السلام له نبوءات عنه في العهد القديم. ونؤمن ايضا ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم له نبوءات عنه في العهد القديم في الكتب المقدسه المسيحيه ونؤمن ايضا ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم له نبوءات عنه في العهد القديم في الكتب المقدسة اليهودية ولكننا ننكر أن عقيدة الصلب والفداء تم التنبؤ عنها في العهد طيب خدوا خدتوا بالكم من الفيديو ده لانه هي زي ما قلت هو بيتكلم بمصداقيه وكانه يعني جايب الثقه دي منين؟ يعني ما اعرفش انت العهد اعتقد ان انت قريت العهد القديم أعتقد إن أنت قريت تفاسير، أعتقد إن أنت قريت أسفار العهد القديم. فلما تيجي تقول إنه عبارة حسب الكتب، عبارة اخترعها بولس الرسول، وإن بولس الرسول هو الذي أسس لفكرة أن الصلب والفداء مذكور في الكتب المقدسة. طيب، ما الرب يسوع إتكلم عن إن الكتب المقدسة تكلمت عن صلب وفداء. قبل بولس طب ما الاناجيل الاربعه اتكلمت عن انه كل ما تم تم بحسب المكتوب خليني اوري لحضراتكم بعض الاشياء رب يسوع لما ظهر لتلميذي عمواس وهم في الطريق بعد قيامته من الاموات وكانوا عابسين ومتضايقين وبدا الرب يتكلم معاهم وهم يعني لم تنفتح عيونهم انهم يدركوا انه هذا هو يسوع المسيح. فالرب يسوع قال لهم ايه؟ قال لهم: اما كان ينبغي اما كان ينبغي يعني حتما لابد ان المسيح يتالم بهذا ويدخل الى مجده ثم ابتدا من موسى ومن جميع الانبياء يفسر لهم الامور المختصه به في جميع الكتب يبقى مين اللي اسس جميع الكتب مش بولس الرسول ده الرب يسوع نفسه هو اللي قال انه آلامه وصلبه وموته وقيمته مبنيه كلها على موسى والانبياء، ولما يذكر موسى والانبياء هو بيذكر كل العهد القديم. كل اسفار العهد القديم. التناخ. اللي هي التوراه والانبياء والكتب. ويكمل الرب يسوع كلامه ليهم ولهم وقال لهم هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وأنا بعد معكم يعني الرب يسوع قال لتلاميذه أنه هو بعد معاهم قبل صلبه قبل موته الرب يسوع اتكلم مع تلاميذه وقال لهم أنه زي ما هو موجود في الكتب أنه ينبغي أن ابن الإنسان يتألم وأن ابن الإنسان يسلم وأن ابن الإنسان يصلب وشرح لهم دوا من الكتب وقال لهم هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وأنا بعد معكم أنه لابد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني فين في ناموس موسى أصفار الخمسة والأنبياء والمزامير الإشارة إلى الكتب الثلاث أقسام الرئيسية للعهد القديم وبعدين يجي يقول لي إنه انا اعتقد ان بولس هو الذي اسس فكره ان موت المسيح وصلب المسيح وفداء المسيح مؤسس على العهد القديم واسفار الكتب وبعدين يدخل كده في حته يعني عايز يزقها بس مش عارف يزقها وان النبي محمد ايضا مذكور عنه في الاسفار الكتب المقدسه أنا مش هتكلم عنها. لكن لكن المشكلة بتاعته إن هو للأسف للأسف الشديد هو ممكن واحد يقول كذب لحد لما يصدقها، ده طبيعي. ممكن إنسان يقعد يكذب يكذب لحد لما الكذبة اللي بيقولها تعتبر في نظره حقيقة. بس انا عارف ان انت بتقرا وعارف ان انت عندك كتب وعارف ان انت مطلع على العهد القديم وعارف ان انت يعني ملقب بالباحث ففين ازاي تثبت ان العهد القديم ما اتكلمش عن الام المسيح وعن صلب المسيح وعن فداء المسيح يعني على اي اساس يقول الكتاب حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا ودي فعلا ان انا بصلي لاجلك صدقني بصلي لاجلك بصلي انه الرب يفتح ذهنك فتفهم وكل اللي انت بتقراه ده ويل ميك سنس هيبقى ليه معنى جميل لخلاصك ولفدائك وقال لهم هذا هو المكتوب وهكذا كان ينبغي أن المسيح يتألم ويقوم من الأموات في اليوم الثالث وأن يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الأمم مبتدئا من أورشليم. طيب عشان الوقت أنا مش هاخد كل نبوات العهد القديم لأنه حتى ما عنديش وقت كفاية أنا عندي يمكن few minutes يعني للبرنامج يخلص لكن أخذ بعض الشواهد الثمن الذي دفع مقابل تسليمه ألا نقرأ عنه في زكريا 11 وعدد 13 اللي اتكتب ها سنة 487 قبل الميلاد فوزنوا أجرتي ثلاثين من الفضة فقال للرب القها إلى الفخار الثمن الكريم الذي ثمنوني به فأخذت الثلاثين من الفضة وألقيتها في الفخار إلى الفخاري في بيت الرب الثمن الذي دفع نقرأ عنه في إنجيل متى وأصحاح 27 حينئذ لما رأى يهوذا الذي أسلمه أنه قد دين ندم وورد الثلاثين من الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ فطرح الفضة في الهيكل وانصرف ثم مضى وخنق نفسه فأخذ رؤساء الكهنة الفضة وقالوا لا يحل أن نلقيها في الخزانة لأنها ثمن دم فتشاوروا واشتروا بها حقل الفخاري مقبرة للغرباء دي نبوة من النبوات ماذا عن أشعياء خمسين اللي كتب 700 سنة قبل الرب يسوع بدلت ظهري للضاربين وخدي للناتفين وجهي لم أستر عن العار والبثق إشعياء خمسين نقرأ عنهم تحقيقها أيضا في متى سبعة وفي عدد ستة وعشرين وثلاثين وأما يسوع فجلده وأسلمه ليصلب وبصقوا عليه وأخذوا القصبة وضربوه على رأسه كذلك أيضا في مرقس 14 فابتدأ قوم يبصقون عليه ويعطون وجهه ويغطون وجهه ويتكلمون ويلكمونه ويقولون له تنبأ وكان الخدام يلطمونه ماذا عن الصلب في مزمور 22 لانه قد احاطت بي كلاب جماعه من الاشرار اكتنفتني ثقبوا يدي ورجلي احصي كل عظامي وهم ينظرون ويتفرسون فيا. في يوحنا 19 بنجد تحقيقها فخرج وهو حامل صليبه الى الموضع الذي يقال له موضع الجمجمه ويقال له بالعبرانيه جلجثه حيث صلبوه وصلبوا اثنين اخرين معه من هنا ومن هنا ويسوع في الوسط. اخذ شاهد اخر. الاستهزاء به مزمور 22 وعدد سبعة و 8 كل الذين يرونني يستهزئون بي يفغرون الشفاه وينغصون الرأس قائلين اتكل على الرب فلينجيه لينقذه لأنه سر به في متى 27 وكان المكتزون يجدفون عليه وهم يهزون رؤوسهم قائلين يا ناقد الهيكل وبنيه في ثلاثة أيام خلص نفسك ان كنت ابن الله فانزل عن الصليب وكذلك رؤساء الكهنه ايضا وهم يستهزئون مع الكتب والشيوخ قالوا خلص اخرين واما نفسه فما يقدر ان يخلصها ان كان هو ملك اسرائيل فلينزل الان عن الصليب فنؤمن به قد اتكل على الله فلينقذه الان ان اراده لانه قال انا ابن الله سقوه خلا في مزمور تسعة وستين وعدد واحد وعشرين وفي عطشي يسكونني خلا في متى سبعة وعشرين أعطوه خلا ممزوجا بمرارة ليشرب ماذا عن صمته تجاه الذين حاكموه والذين اتهموه ظلم ظلما ظلم أما هو فتزلل ولم يفتح فاه كشاة تصاق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جديها فلم يفتح فاه مت سبعة وعشرين وبينما كان رؤساء الكهنة والشيوخ يشتكون عليه لم يجب بشيء فقال له بيلاطس أما تسمع كم يشهدون عليك فلم يجبه ولا عن كلمة واحدة حتى تعجب الوالي جدا على ثيابه ألقوا قرعة في مزمور 22 يقسمون ثيابي بينهم وعلى لباسي يقترعون متى 27 ولما صلبوه اقتسموا ثيابه مقترعين عليها لكي يتم ما قيل بالنبي اقتسموا ثيابي بينهم وعلى لباسي القوا قرعه انا عندي ليست طويله وكنت احتاج وقت اطول لكن انا هكتفي بس بالشواهد وبالنبوات التي ذكرتها لكن عايز اقول ان العهد القديم موضوعه الاساسي هو الفداء في يسوع المسيح والانسان يخلص سواء في العهد القديم او في العهد الجديد بنفس الطريقه بالايمان بيسوع المسيح ازاي كل الذين في العهد القديم لو انا حبيت انه يعني آه أوضحها شوية كل الذين في العهد القديم كانوا ينظرون للمسيح بالإيمان فيخلصوا أما نحن فننظر لما فعل المسيح في الماضي فنخلص كل سنة وحضراتكم طيبين المسيح قام بالحقيقة قام وإلى أن نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح يكون معكم